La mobilisation via le masalek al-amniya فهي الدليل على ذلك هو ان التتبع ديال التدقيق ديال الهدف الكبيره اشرف عليها شخصيا في المدير العام للامن الوطني واللي هو المدير العام ديال مديريه التراب مراقبه التراب الوطني وشرفنا عليها جميعا من اجل نجاحها. لكن بالنسبه لطريقه التدخل ديال العناصر ديال التدخل ديالنا فنحن كنا نعرف على ان هذه الخليه كانت تهيئ لشيء ما وعلى انها كانت ربما عندها وسائل انها تنفذ ولم يكون مثلا ديسانتيرون اكسبوزيف يكون ان شارج اكسبوزيف لان كانت من المعلومات على انهم اعتدوا المواد اللي تدخل في الصوره المتفرجه وبالتالي فالتدخل ديال العناصر ديال المكتب المركزي للابحاث القضائيه تمت بواحد النوع من الاحترافيه في ظرف قياس لاجل لاسوماسيون ديال الاشخاص اللي كانوا تيتواجدوا في البيت الامن اللي هو الفيل الذي كانت في التماريس فكان مفروض على ان المصالح ديال التدخل ديالنا تاخذ جميع الاحترافات من اجل انجاح العمليه ديال الايقاف ديال هاد الاشخاص ف كانت رصاصات تحذيريه يعني احنا حاولنا نديروا لا فورماسيون باش يحلوا ما بغاوش وبالتالي كان ضروري على التدخل يكون بهذيك القوه لان عندهم اسلحه اكثر من ذلك فالوقت اللي دخلوا العناصر ديالنا لهذيك الفيلا وحجزوا المسدسين اللي شفتوا هنايا موجودين فكانوا لي بال ديجا او كان سي فادير هاد الاشخاص كانوا مستعدين على انهم مواجهه ديال المصالح الامنيه يعني الى دخلت المصالح وما كانش عارف بان التدخل غيكون بهذه الطريقه والتدخل داروا بالمصالح ديال التدخلات ديالنا مشكورين يعني بطريقه بروفيسيونيل افيك باكت ما خلاوش يعني حتى شي ديتاي اللي كان عنصر ديال المفاجاه. السؤال الثاني ديالك هذا ما تفهمش انا علاش في يعني وهذه مسألة داخلة في عندنا في المجتمع ديالنا يعني هناك عدة أشخاص اللي كيشوشوا على المسرح الأمني، على ماشي على المسرح الأمني يعني إشاعة يعني بطريقة ففي المخططات ديالهم ما كاينش المدارس ولا هذا ما عندهمش مخططات باش يضربوا مواقع طري سونسيبل ديال المملكة المغربية من أجل تطور الاقتصاد ديالو ولا أمن ولا ستابيليتي ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.